يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتاد بعض خطباء الجمع في نهاية كل عام هجري أن يخصصوا خطباء الجمعة للتحدث عن العام المنصرم وما حصل فيه من خير أو شر، فهل هذا الفعل مشروع؟ والله ما نعرف لهذا أصلاً، وأصل التاريخ الهجري ما هو المقصود منه هذا، أنه يجعل رأس السنة مناسبة تحيا ويصير فيها كلام ويصير فيها عيد وتهاني، هذا لا أصل له، إنما جعل التاريخ الهجري من أجل تمييز العقود فقط، تمييز العقود كما فعل عمر رضي الله عنه لما صار يأتيه، لما توسعت المملكة في عهده صار يأتيه كتب غير مؤرخة، احتاج إلى أنه يضع تاريخ تعرف به الرسائل وكتابتها، استشار الصحابة فأشاروا عليه أن يجعل الهجرة هي مبدأ التاريخ الهجري، وعدلوا عن التاريخ الميلادي مع أنه موجود في وقتهم فيه تواريخ للكفار، عدلوا عنها كلها وأخذوا الهجرة وجعلوها مبدأ التاريخ المسلمين لأجل معرفة الوثائق، معرفة الوثائق والكتابات فقط، هم من أجل يتخذ مناسبة ويتكلم فيها، هذا يتدرج إلى البدع. نعم.